كشفت مصالح الأمن الوطني صورا تظهر امتلاكات رجل الأعمال السالق محي الدين طحكو التي حجزتها مصالح الأمن الوطني ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر نهاية الأسبوع المنصرم والتي تقارب المليار سنتين. وأفاد بيان لمصالح الأمن أن العملية تمت على مستوى مستودعات كل من الرغاية، أولاد فايك، الدار البيضاء وسطاولي بالجزائر العاصمة، وكذا مستودع بولاية بشار. وأضاف البيان أن هذه الممتلكات كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت وبعض المقربين منه، ولم يصرح بها إلى الحرس القضائي، ولا إلى الجهات القضائية المختصة في حجز الممتلكات، وهذا لهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية. وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط وحج 507 مركبة، من بينها 267 سيارة سياحية فاخرة، 84 شاحنة من مختلف العلامات، دراجات مائية جيت سكي وقوارب نزهة، دراجات نارية فاخرة، أزيد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات و30 حاوية تحتوي على 63 محرك جديد للحافلات. سيامو جا وصاري هكذا في الموسيقى سيد على اثنانا شنو هذا؟ وين كانوا مخبينهم هذا؟ ماي باخ ليه ليك الماي باخ ليه؟ خلاص ولا مازال؟ مازال شو الماي باخ ربي؟ حبس تورنا وبارك يعطونا غير تورنا بهذه البلديه هذه واش تدي؟ سي طحكوت روح برافيز الله يبارك ما شاء الله